لو اعترفنا أن هناك مصالح أمريكية بتبحث عنها في أفريقيا، نعم طيب ما هو لابد أن يكون هناك مصالح أفريقية تبحث عنها من الإدارة الأمريكية. نعم أفريقيا لها يعني عندها علاقات مع أمريكا طويلة. يعني نحن عم نحكي أنه أمريكا يعني خففت شوي هذا الموضوع، ولكن أمريكا عندها مصالح كتير كبيرة. تبدأ يعني إذا بدك، خلينا ناخذ مصر. أفريقيا عن أمريكا عندها مصالح كتير كتير كبيرة مع شمال أفريقيا ومع أفريقيا العميقة إذا بدك، في كل المجالات. و الولايات المتحدة ساعدت أفريقيا بكثير من الجامحات اللي كانت موجودة، وساعدت كثير في مجالات الغذاء، وحتى لحد اليوم يعني الولايات المتحدة عملت كذا برنامج غذائي لأفريقيا، وعندها طبعا بس مصالح مش لازم، عسكرية كثير كبيرة. يعني ليس هذا الأمر الذي تنتظره يعني أفريقيا من أمريكا طبعا. صحيح، ما يعني عندهاش، هي محتاجة تنمية، محتاجة بناء، محتاجة بشر يتعلم، محتاجة نهضة، يعني حاجات كتيرة جدا. يعني ولذلك مش إن هي تاخد يعني، ومش أفريقيا، وأفريقيا مش هتفضل تعيش على المعونات. لا طبعا طبعا، ولكن الولايات المتحدة يعني اهتماماتها إذا بدك سابقا بأفريقيا لم تكن بنفس المستوى باهتماماتها بالشرق الأوسط، لم تكن نفسها كاهتماماتها بأوروبا، لا لم تكن خلينا نفصل بس منطقة الشرق الأوسط عن جنوب أفريقيا بشكل عام، يعني ده أظن إنه ليه وضع وده ليه وضع. لا من حيث المقارنة. بس بقول إنه طبعا في اعتراف إنه أمريكا لم تكن اهتماماتها متساوية بين أفريقيا وبين بعض الأماكن التانية اللي كانت بالنسبة لها يعني مرات مربحة أكثر، مرات مقلقة أكثر. لذلك كان في إهمال طبعا وملاحظ، كان في إهمال لأفريقيا. بدأ الاهتمام الحقيقة بأفريقيا هو منذ وصول الرئيس أوباما على سدة الحديد، ولكن يعني ما صارش في أي خطوات مهمة. طبعا لها ظروفها. بفترة الرئيس ترامب كان في تراجع، وبعدين اجت جامحة الكورونا ووقفت كل الشغلات، لأنه مثل ما ذكرت ما كانش في أي اهتمام. هلأ بس خفت، رجعت عبر بوابة البرنامج الجديد اللي انعمل بأغسطس، وراح بلينكن على أساسه وتحضر لهذا المؤتمر، لهذا القمة. وأنا بعتقد أنه هذه القمة ستفتح المجال لعلاقات أحسن، لعلاقات أقوى بين أمريكا والدول الأفريقية.